ما درت والو في حياتي، 38 سنة مشات لي في حياتي ما درت فيها والو. الحمد لله درت فيها الوليدات ودرت فيها داري وحضن على وليداتي، وليني أنا بزاف الأفكار عندي ما درتهمش. أشنا هو السبب؟ هو الحشيش. حلت مع ولادي تنقرا معاهم، خاصني نكمي عاد نقرا معاهم، خاصني نتكلم. نمشي خاصني نبدا نمشي، انا كاميه فيا اللي جا، خاصني نكمي وتنكمي وتنمشي نولد. ومني تنولد تيديوني للبياص ديالي، تنقعد تنشوف شكون اللي حدايا، تنطلبو تيراقب ليا ديك التربيه، تنشوف الطواليت تنكمي، خاصني نكمي. كاينش ما تيكونش عندنا خاصو، انا ما سوقيش تنقول ليه خرج جيبو ليا، ما سوقيش انا، خاصني نكمي وصافي. إذا ما كانش عندي 100 درهم ما تنكونش بخطر، الله يعفو عليا. السلام عليكم، معكم حنان من مراكش. خويا شبيت نقول لك، خويا أنا ملي كنت صغيرة تقريبا تنقرا في الكاتريم، صافي في المدرسة مع البنات، صافي ما كانتش المراقبة، المراقبة من دارنا ما كانتش، يعني كنت طايشه صافي. بديت تنكمي الكارو، من مورا الكارو بديت تنكمي الحشيش صافي. خرجت من المدرسه ما كملتش قرايتي، صافي بدات المعاناه، صافي بديت تنكمي الحشيش تنشرب، صافي تكرفست، ماشي ما تكرفست، تكرفست مزيان. المهم واحد شويه تبدلت حياتي، تلاقيت مع واحد ولد الناس، تزوجت انا وياه، تعرف وعرف بانني انا كنت نشرب تنكمي. المهم منين تزوجنا حيد، حاول معايا نحيد الشراب، حيدته الحمد لله. ولدت البنيه الاولى، ولدت البنيه الاولى صافي، بديت تنكمي الحشيش، تنكمي صافي. توصلت لاربعه الوليدات تقريبا، نقول لك 18 ما عقلتش. المهم كنت في الكاتريام 13 14 تقريبا. تنمشي خاصني نبدا نمشي، انا كاميه فيا اللي جا، خاصني نكمي وتنكمي وتنمشي نولد. ومني تنولد تيديوني للبياص ديالي، تنقعد تنشوف شكون اللي حدايا، تنطلبو تيراقب ليا ديك التربيه، تنمشي للطواليت تنكمي، خاصني نكمي هكاك، تنبقى هكاك. دابا انا ولادي، دابا انا وحلت مع ولادي تنقرا معاهم، خاصني نكمي عاد نقرا معاهم، خاصني نتكلم، يعني بزاف الحوايج مكرفسني في حياتي بزاف. هي بيت نحيد وصافي، تقهرت صافي، عييت بيت نحيد وصافي بصفه نهائيه، صافي ما كرهش صافي. انا ولدت لدرجه انني وليت نكمي 10 12 في النهار بزاف، ونقعد في الليل ثاني نكمي بزاف عليا، عييت صافي. تصحت مشى ليا كل شيء، التعامل مع الناس تغير، ما بقاش خاصني دابا تمشي عند شي حد، خاصني نشوف واش عنده شي بلاصه فين نكمي. الا ما سمت ما نمشيش تنقعد في حالتي. اش بغيت نقول لك؟ خاص 100 درهم تكون عندي، الا ما كانش عندي 100 درهم ما تنكونش بخطر، ونشط معاك ونضحك معاك بحال ما كاين والو. الا ما كانش عندي ما تيكونش عندي المورال بصفه نهائيه. بزاف الحوايج لدرجه تنتخاصم مع راجلي. كاينش ما تيكونش عندنا خاصو، انا ما سوقيش تنقول ليه خرج جيبو ليا، ما سوقيش انا، خاصني نكمي وصافي. تنترعد تنبقى تنغوت، عندي مشكل انا مع راجلي دابا هو الغوت، تنبقى تنتغوت انا وياه على ابسط حاجه. هو صابر معايا مسكين، ماشي صبار معايا وزايد في الصبر ديالو. وهو الصراحه هو ما حاملش هاد الوضعيه اللي فيها انا، وما تيخلينيش نخرج نقلب عليه. تيقول اللهم يجيب ليا هو، ولا نخرج انا بدات نقلب بالبزنسه، حيت انا ما يمكنش لي، انا عندي ربعه الوليدات ما يمكنش. انا ندمت الندم الشديد النهار الاول فاش هزيت، ما درت والو في حياتي. 38 سنه مشات ليا في حياتي ما درت فيها والو. الحمد لله درت فيها الوليدات ودرت فيها داري وحضن على وليداتي، وليني انا بزاف الافكار عندي ما درتهمش. اشنا هو السبب؟ هو الحشيش. ما عنديش وما خصنيش، الحمد لله حضن على ولادي دي بحال اي وحده. راجلي انا غير عامل نظافه وعايشين باش ما قسم الله، وكاينين الاخوان تيعاونوني، ما مشيت تخليني عليا، كاينين الناس تيعاونوني وكلشي،
ولاني انا عندي طموحات بزاف بغيت نديرهم في راسي ما درتهمش. اشنا هو السبب؟ هو الحشيش. والحشيش اللي مدمر تي 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 تيرخيني تي صافي تيحطمني ما تيخلينيش تنقول بيت نديرو بيت نديرو بيت ندير ومني تنوصل بيت ندير تنتحطم صافي. اشنا هو السبب؟ هو الحشيش. انا ما تنستعمل لا فانيد ولا شراب ولا والو، تنكني الحشيش بوحدو بيت الله يعفو عليا منه. تنطلب ليل ونهار من الله يعفو عليا على وجه وليداتي، حيت وليداتي انا ما بغيتهمش ملي يكبروا يتعيروا. وانا بغيت وليداتي نحضن عليهم حتى يكبروا، حيت انا خفت. مناش خفت؟ خفت من المرض، خفت حيت صحتي مشات ليا ضاعت ليا، انا ما كنتش هكا. وانا خفت تنشوف الفيديوهات تنشوف الناس تنشوف بزاف د الحوايج، وحتى انا خفت حيت انا الا مشيت ولادي ما كانش اللي حضن عليهم. ما مره ما نجوش، جاتني فرص. انا مشيت للخليج قعدت فيه عامين، وهادشي قبل ما نتزوج، هادشي ما عندي لا ولاد لا والو، كنت تحت راسي. وما ما ما قدرتش ما قدرتش نهاجر ما قدرتش. ودابا كاع جاتني فرصه انا ولادي نمشيو نعيشوا في فرنسا، ولاني السبب الوحيد هو الحشيش. ما نقدرش ما عرفش. ودابا انا بيت نحيدو باي حاجه بيت نحيدو. تنتمنى اش بغيت نقول لك، نتمنى شي واحد الا شاف هذا الفيديو وحنا قلبه فيا وتيعرف الطريق اللي بتساعدني انا، اش بغيت نقول لك، يعيط ليا المهم يساعدني. اي واحد تيعرف شي حاجه اللي بتعاونني الله يجازيهم بخير يعاونوني على وجه وليداتي ماشي على شي حاجه اخرى. انا ما بغيت حتى شي حاجه، ما بغيت، بغيت غير نتعالج شي طريق اللي تديني نتعالج من هذا المخدر صافي. هو اللي بغيت، ما بغيت والو، بغيت شي واحد يحن فيا ويوريني الطريق اللي نتبع باش نتعالج. كنت نتهرب تنقول لا ما بغيتش نحيدو، لا ما بغيش ما بغيش. واني دابا لا قررت قررت. يعني عندك العزيمه؟ لا عندي عندي العزيمه، عندي باذن الله والله غادي يعاونني. حيت المشاكل اللي تتوقع لي انا وراجلي سببها هي الحشيش، سببها هي الحشيش. الله يعفو عليا، ويطلبوا لي المغاربه خوتي المغاربه يطلبوا لي الله يعفو عليا يا اول حاجه. وكي قلت لك شي واحد اللي تيعرف طريق شي حاجه يوريها ليا. بغيت اللي يديني اللي يوريني الطريق اللي فاش نتعالج، ما بغيت والو. الحمد لله انا عايشه.